كابتن يعني اتحاد الكورة أعلن استمرار إيقاف النشاط طبعا علشان الإجراءات الخاصة بكورونا شايف الدوري هيرجع ولا الدوري مش هيرجع والأفضل إنه يرجع ولا الأفضل الناس تبدأ تفكر في موسم جديد واتحاد الكورة هيعلن عن إلغاء الدوري ولا شايف إن ده ممكن يأثر على المنتخب ويأثر على مشاركات الأندية الأفريقية في البطولات الأفريقية ده أنت قلت بالظبط هيأثر على كل حاجة منتخب <applause> أهلي زمالك بيراميدز في الكونفدرالية يعني رضا عبد العال ضد إلغاء الدوري ليه يتلغي ليه؟ ما <applause> السنة اللي فاتت الدوري اه انتهى في على مشارف عشرة <applause> <applause> على شق... صح على شارع 10 كان بينتهي اللي هو الماتش بتاع الأهلي والزمالك و... وبعد كده دخلنا في الموسم الجديد انت دلوقتي احنا عندنا ظروف والظروف دي خارجه عن اراده اتحاد الكره والبشر والدنيا كلها لان موجود في العالم كله ده حتى في انديه في اوروبا بدات تتمرن عشان رجعت عشان هيبدا الدوري تاني انت عايز تلغيه هنا ليه مم. يعني عايز تلغيه لو هتلغيه هياثر على منتخب مصر على الاهلي على الزمالك في بطوله افريقيا اللعيبة حتى كمان مش هيبقى في الاحتكاك اللي هو هيوصلهم للفورمة بسرعة عشان البطولات اللي احنا قلنا عليها دي دي رقم واحد رقم اتنين مش في اه شركة راعية للدوري هتخسر ولا مش هتخسر اكيد طيب مش في الاندية عاملة عقود مع لعبتها يبقى اللي راح ده خلاص بلح يعني خلاص بقى كده ونقول بقى نفكر في اللي جاي طب ما برضه ممكن اللعيبه تقول لك محدش هيقول لك لا انا هسيب بقى فلوس النص الثاني ما احنا خلصنا الدور الاولاني فمن حقه ياخد الدور الثاني الا في حاله واحده لو البطوله اتلغت فانت عايز تلغيها ليه ولسه قدامك يعني ان شاء الله لو حتى بدانا في شهر ستة بدانا في شهر سبعة قدامك ثلاث شهور مع المنتخبات طب ليه مع... الزمالك واخد اتجاه ان يعني بيقول ان الالغاء افضل؟ مع عشان ان هو بعيد عن المنافسه يعني مم. تخيل لو هو في المنافسه كان اقول لك الدوري يتلغي خلينا واضحين وصراحة بس عشان ان هو بعيد عن المنافسه فيقول لك لا يتلغي طب ما انت برضو هيأثر عليك افريقيا قال لك يتلغي ويتحسب للاهلي ما عنديش مشكله طب ليه 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 يعني ليه مش ل... م... انت عندك هتقعد من شهر مثلا احنا في اربعة اهو هتقعد لغايه 10 من غير ما تلعب طب سيبك الاهلي والزمالك في افريقيا طب واللعيبة التانيه بتاعت الفرقة التانيه دي هتاكل ازاي وهتشرب ازاي وتشرب وتصرف على نفسها ازاي؟ اللي هي الانديه التانيه المقاولين بقى وعندك امبي وعندك سموحه وعندك طنطا وعندك طلائع الجيش مش دي برضه انديه ولا كومبارس؟ انديه طبعا طيب يعني مش دي لها حق برضه ان هي تلعب عشان تاخد فلوس وتمشي العجله ولا لا؟ فتلغي ليه؟ النشاط يستكمل وبعد كده يحلها الحلال بقى طيب هل لو كان الزمالك استمر خلينا نتكلم في ان ان الدوري مستمر هل كان ممكن يقرب للنادي الاهلي ولا كان صعب؟ خلاص بقى احنا قلنا الموضوع حسم حسم ايوه الدوري حسم خلاص هي دلوقتي بقى على الثاني الثالث الرابع وبعد كده الانديه اللي هتهبط امم بس هو ده الصراع تحت والثاني والثالث لكن فكره رابع. ان الكره ما